عندنا الجانب بقى اللي احنا قلنا نتكلم فيه وهي فكره اتحاد السله والبعض اللي شاكك يا فارس ما كانش بيتفق مع الكابتن خالد غندور بس، كان اعتقد الاستاذ عمرو الدردير رئيس المنظومه الاعلاميه في الزمالك بياخد الشق الاول من كلام الكابتن خالد. انا دايما بتكلم عن فكره انك انت تحسن اختيار سفرائك، اكيد نادي الزمالك ليه شانه الخاص في تعيين من يراه متحدث اعلامي، ده بديهيات ان ده شان يخص الزمالك. اما وان المتحدث الاعلامي ده ينطق بما يثير التعصب ده احيانا بنرد عليه، ولكن كمان السخريه من شعارات تخص النادي الاهلي او منهج يخص النادي الاهلي ده غير مقبول بالمره، وده شيء اعتقد ان هو عمره ما هيؤدي ان العلاقه بين الاهلي والزمالك تتحسن، لان كل ما بنتحرك للامام بيجي الاشخاص اللي هم منوط بيهم ان هم فعلا يساعدوا في ده بيقولوا تصريحات زي اللي هتشوفوها دي. نطلع ونشوف الاستاذ عمرو الدرديري قال ايه ونرجع نعقب. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها مبادئ ولا قيم ولا الكلام لا مؤاخذه الفاضي ده. في حاجه اسمها لوائح تحترم. النادي الاهلي دايما لما يجي يتزنق يتكلم على مبادئ وقيم. ده دي حاجات لما يجي يتزنق ويتكلموا فيها. لكن هي الحقيقه احنا ناس في عهد احتراف. بنتكلم في لوائح وقوانين. ما هو بيقول لك اهو اللوائح والقوانين بتنص. ما انا بقول لك اللائحه والقانون بتقول ان الاهلي هو اللي مش راضي، فضنا لك الملعب يا سيدي، العب، اتفضل العب، برضه مش عايز يلعب، بتلكك، هو اللي مش عايز يلعب، يعني هو اللي امتنع عن اللعب، يعني انا مش فاهم ازاي الزمالك انسحب يعني؟ الزمالك انسحب اذا كان الزمالك واقف وعايز يلعب، هو عايز يلعب، لا حتى لما تلكك في الجمهور، طب خرجنا الجمهور، يلا نلعب، مش عايز يلعب، طب خرجني مش عارف هو الموضوع شيك. يعني الموضوع فيه امتناع من الاهلي عن اللعب. مفيش حاجة اسمها قيم ومبادئ، يمكن ده عند البعض وهو يتحدث عن نفسه، أما النادي الأهلي لا، عنده قيم وعنده مبادئ بنتكلم فيها من أيام عزيز عزت باشا ومن تأسيس النادي الأهلي مرورا بكل رؤساء النادي الأهلي. فلما حضرتك تتكلم عن قيم ومبادئ النادي الأهلي لو أنت مش عارفها يبقى ما تتحدثش عنها، ده رقم واحد. رقم اتنين فيما يخص كلامك إن الزمالك كان هو عايز يلعب المباراة والنادي الأهلي اللي رفض يلعب المباراة، حضرتك متحدث إعلامي مفترض لما كمان بتتكلم على قناة ناديك، يعني أنا محرج إن احنا نوصل لك بديهيات، مش مفترض أبدا إن احنا نقول معلومات ملهاش أي علاقة بالواقع. المعلومات دي كمان لو اللي بيكذبها شخص مسؤول هو يقدر يقول لك كويس قوي إيه اللي حصل.